السلام عليكم ورحمة الله. هذه راه فيديو راح نستكملوا فيها الموضوع اللي فتحناه في لي دو فيديو اللي فاتوا، لما حكينا على لي منيو. باسكو شفنا ديجا كيف نخدموا ان منيو فيرتيكال، دونك اللي تشوفوا فيه قدامكم لهنا، وشفنا ايضا كيف نخدموا ان منيو اوريزونتال، دونك افقي، اللي يجيو فيه لي زيتام اعلى الشاشة. دونك لهنا في لا فيديو هذه الهدف تاعي اني نشوفوا مع بعضنا كيف نخدموا امنيو ادابتاتيف ريسبونسيف، بمعنى انه اذا كانت الشاشه كبيره يطافيشها في اعلى الشاشه كيما هكا، بار كونتر اذا كانت الشاشه صغيره باش يخلي لنا ان بو ديسباس يجي يطافيشها على يسار الشاشه. دونك راح يبقاو فيه نفس لي زيتام، ولكن البلاصه يطافيشها فيها ولا فورم يطافيشها بها هي راح تغير حسب حجم الشاشه. دونك هنا راح نغلقوا برك المنيو هوريزونتال هذا، برك حبيت نعطيه لكم برك كيما هيكون. راح نركز هنا على المنيو فيرتيكال، وعلاه؟ على خاطر راح نهز نفس الكود تاع المنيو فيرتيكال اللي كتبناه مع بعضنا في لا فيديو اللي فات. دونك اللي ما شافوش لا فيديو اللي فات وحابين يفهموا مليح لا فيديو هذيا، ننصحهم يبداو في لا فيديو اللي فات خير، باه ما نقطعك في لا ديسكريبسيون. على كل حال باش ما نعاودش نشرح بزاف برك حوايج شرحت ديجا. دونك راح نحكم نفس المنيو هذايا لي طافيشة على جانب الشاشة، نرجع في حالة ما إذا كانت الشاشة تاعي بالحجم الكافي يطافيشة أعلى الشاشة. دونك هذا واش راح ندير لهنايا. بيان سور تاني مش راح نشرح بزاف الكود، ممكن نخدم لا فيديو كاملة برك نخلي جيت هاب كوبايلوت ماكتيفي يكتب لي اون بارتي كبيرة من الكود وحده. جينيرالمون لما نسجل دي فيديو ديزاكتيفيه باش نكتبوا الكود كامل مع بعضنا، مي حاب ناكسيليري شوية هنايا، أو حاب تديو فكرة عليه تاني. باسكو لي كود هذوما كل راح نكتبهم هنا كتبناهم ديجا في لي دو فيديو اللي قبل. الحاجة الجديدة الوحيدة أنا راح نزيدو لا راجل ميديا اللي شرحناها حتى هي قبل تاني كيف كيف، مي راح نسمو بها ان اكزومبل ان بو بلو براتيك. دونك كيما قلت لكم راح نبدا من الكود هذا اللي كتبناه في لا فيديو اللي فات. دونك لي بروبريتي سي اس اس تاع المنيو هذا راح نرجعهم داخل ان راجل ميديا، ونقول مثلا المنيو هذا باردون نقول لي راجل هذوما ال سابليك فقط في حاله ما اذا كان حجم الشاشه اكبر اصغر من 1000 بيكسل بلوتو. اوكي هنا نقول في حاله ما اذا كان حجم الشاشه اصغر من 1000 بيكسل راح نابليكي لي راجل هذوما. لو يكون حجم الشاشه اكبر من 1000 بيكسل دونك نرجع للنافيغاتور هنا نكبر الشاشه ما يطابليكاوش لي راجل كما قاعدين نشوفوا. اوكي لما تكون شاشه كبيره لي راجل سي اس اف لي بروبريتي سي اس اس اللي مكتوبين كلهم مش قاعدين يطابليكاو، لما تكون شاشه صغيره يطابليك. دونك هذا واش راح نخدم. دونك راح نسيباري الكود هذا يطابليك على دي زيكرون كبار، ونكتب كود على دي زيكرون صغار باردون، ونكتب كود خلاف يطابليك على دي زيكرون كبار. قبل ذلك كاين حاجه برك حاب نبدلها، حب هادي اللي كاتبها السايد ما نخليهاش السايد، نقلبها ديف نورمال، نمدلها لا كلاس منيو كونتينر مثلا. وعلاش؟ باسكو لما نكتب السايد راني نقصد بلي حاجه طافيش على جانب الشاشه. لما نستخدم لي ليمون السايد نقصد حاجه طافيش على جانب الشاشه، ما نقصدش حاجه تقدر طافيش على الجانب ولا من الفوق. دونك بور ليزيبيليتي تاع الكود برك برا سويت نجي لهنا تاني نغلق في الديف في بلاصه ما نغلق السايد سي بون، ونرجع دركا لهنا وين نلقى السايد نرجعها منيو كونتينر. كيف كيف سي بون. دورك راح نزيد اون بارتي خلاف في الكود كيما قلت لكم اللي نحط فيها ستيل اللي تابليك على ليزيكرون الكبار. نجي لهنا نكتب ميديا، لهنا نحط مين ويدث نقول 1001. دونك هنا راح نكتب الكود لي تابليكا على دي زيليمون على باردون لي تابليكا في حالة ما إذا كانت عندي شاشة كبيرة. سي با لا مش قاعد يتابليك الكود درك، نعاود نرجستري. سي بون سي بون، كانت عندي حاضنة زايدة برك. كيما قلت لكم جيت هاب مثلا بروبوزي لكم ديجا لهنا، وبروبوزي لي مثلا قال لي لما تكون الشاشة كبيرة زيد في الفونت سايز. دونك هادي سيت ان شونجمون اللي نقدروا نديروه، من بعد نرجعوا له مش مشكل. نزيد لهنا واش راح ندير؟ انا راح نهز لي زيليمون تاعي واحد بواحد ونشوف واش يتغير فيه. مثلا عندي المانيو كونتينر هذا. المانيو كونتينر هذا واش هو يا جماعه؟ باش تعرفوه واش هو، سي لي سباس هذا كامل
اللي هو اللي نكاشيه في حالة ما كليكيت على البوطون هذا. دونك أول حاجة المنيو كونتينر هذا لما تكون عندي إيكرون كبيرة، لا بوزيسيون تاعها في بلاصة ما تكون فيكسد أ غوش، نقلبها ستيكي كيما درنا في المنيو فيرتيكال تاع قبل. دونك ستيكي هذه نقصد بها تحكم بلاصتها نورمال، ولكن في حال ما إذا هبطت درت سكرول في الإيكرون هبطت لتحت بزاف، تقعد لاصقة لفوق، ما تهبطش مع الإيكرون. دونك نخليها الطوب هذه زيرو برك، هذه نحيها، الهايت هذه نحيها، الباك جراوند نخليها، ترانزيشن نخليها، زاد اندكس نخليها. سي بون، هذه الحاجة الأولى. دونك باش نشوف لي شونجمون لهنا دوكا لازم نكبر، لا فينادر. دونك فوالا ولا يحكم 100% من الشاشة بلا ما نديرها عجب. اه وي باسكو الديف توجور يحكم 100%، دونك ندير 8 برك 100%. دونك فوالا هكا 8 تاعو 100% و لا بوزيسيون تاعو، صادير ما بقاش توجور على يسار اعلى الشاشه، صادير ولات ستيك، يعني يحكم لا بوزيسيون تاعو اون ديري ستاتيك. دونك نرجعوا لا فيديو على لي بوزيسيون لكن ما فهمتوهاش النقطه هذه. دونك يحكم لا بوزيسيون تاعو ستاتيك، في حاله ما اذا كان راح يخرج من الشاشه يولي يقعد في الطوب. من بعد نشوفوا كيف ما نديروها هذه، من بعد نجربوها برك، يعني مخدومه ديجا، يعني حطيت الطوب زيرو. اوكي دونك هذه بالنسبه للمنيو كونتينر. درك حاجه خلاف، دونك نرجعوا لها، هذه نقطه ما نحتاجهاش باسكو قبل كنت مخلي كنت مخلي تشيك بوكس هذه، وعلاه باسكو لما نكوشيها ونديكوشيها، لو ترجع لا فيديو اللي فات، لما نكوشيها يطافيش المنيو، لما نديكوشيها ما يطافيشهاش المنيو. دونك في الحاله دي ما نحتاجهاش، نقدر نقلبها ما يطافيشهاش خلاص. دونك نقدر الاي دي تاعها جو بونس توغل منيو، نقدر ديسبلاي نون هذه نخرجها خلاص من الميديا، استاذ نقلبها تابليكا توجور. فوالا اوكي، هكا مابقاتش تبان تشيك بوكس هذيك. عندي تاني لي دو بوطون هادو نحب نكاشيهم، هذا اللي يدخل ويخرج المنيو، باسكو لما يكون عندي منيو اوريزونتال ما عنديش بوطون يافيشي وبوطون يكاشي. دونك كيف كيف عندي لي زيدونتيفيون تاعهم نضرب معاهم، دي بلاسيهم شوية باش نقدر نهزهم مع بعضهم. هايد منيو وشو منيو، نقلب محتوى ما يطفيشاش في حال ما اذا كان عندي اكران كبير، نحطهم لهنا هادو باسكو نخليهم يطفيشاو في حالة الاكران صغير، ما يطفيشاوش في حالة الاكران كبير. نحطهم مع بعضهم في سيليكتور واحد برك، وندير لهم ديسبلاي نون. سي بون، دونك لو تكون الشاشة كبيرة ما يطفيشاوش، لو تكون شاشة صغيرة هم يطفيشاو، واحد لهنا وواحد لهنا. درك كنزيد نرجع للمنيو، استاذ خدم درك المنيو كونتينر، درك نرجع للمنيو بعد. درك المنيو تاعي ندير له ديسبلاي كان ان لاين فلاكس، نقدر نرجعو فلاكس كوم، نقدر نخليه ان لاين فلاكس نورمال. الفرق بينات بسيكو فلاكس تحكم 100% من ليكرون، الوغ كو باردون فلاكس ترجع لستر اوتوماتيكمون بعدها، بعد لي ليمون هذاك، الوغ كو ان لاين فلاكس طافيش لي زيليمون اللي وراه قدامه بعد. هنا معناها لي زيليمون راه، سي بور سا هنا قلت لك في الحاله دي ما كانش فرق كبير. جوست واش حاب نبدل هنا، حاب نقلب فلاكس دايركشن، نقلبها رو مش كولون. هاك لهنا يوليو لي زيليمون يتحطوا قدام بعضهم كيما قاعدين تشوفوا، يعني شرحناها ديجا قبل. وندير تاني جوستيفاي كونتنت، دير سبيس بيتوين، من دير فلاكس اند كيما هكا. لازم نقلل الويت تاعها برك، ويت نقول 1000 بيكسل مثلا. فوالا، دونك احنا راح يطفي شوف لافان تاع 1000 بيكسل. نزيد حاجة برك باش نبلاصي المنيو هذا وسط الكونتينر تاعو، دونك هذا تاني ندير له ديسبلاي فلاكس، ونقول له جوستيفاي كونتنت سنتر. فوالا، دركا نزيد لي زيليمون اللي داخل المنيو، هما نزيد نغير فيهم شوية. هذا المنيو ايتم، ولا نغير فيه
نقلبها نفسه مؤقتا برك باش مابقاش نكبر ونصغر في كل مرة باش تقدروا تتبعوا معايا بلي فاسيلمون، ومن بعد نرجعها ميل فوالا هكا باش تقدروا تشوفوا معايا المنيو برك بلا ما نبقى نغير بزاف. مام الويل تاعو غادي نقلبها نفسه برك، ومن بعد نرجعهم كل ميلو فوالا. دونك في الوقت الحالي واش عندي؟ عندي كل واحد منهم هذوما داير له ديسبلاي بلوك والستيل القديم تاعو بعد، والشي من كانوا يتحطوا عمودين لو يتحطوا افقيين برك. كاين بعض التفاصيل اللي حاب نبدلها، مثلا على سبيل المثال البوردر هذا اللي يجي لما نفوت لا سوري حاب نحيه، هاك هنا نحيه. حاب تاني تاكس هذا يجي في نص البوطون، ما يجيش في على لاغوش، نقول له هنايا التكست الاين سنتر سي بون. ليسباس هذا تاني ما بين اللوجو والتكست، تاني خدمناها الحكايه دي قبل في لا فيديو اللي فات. جوست نهز هذه برك نقلبها التابليكا في الحالتين سواء ايكرون صغير ولا ايكرون كبير فوالا. دونك اولا كاين اسباس بين اللوجو والتكست. واش مازال نزيد هنا؟ نزيد السهم هذا اللي يبان هنا برك بعد ما يطفيش على الليمو حاجه خلاف برك لهنا. بما اني مداير تاكس في السونتر نقدر نحي البادين لافت ورايت، نقدر نحي هسه نخلي توب والبوتوم برك هيك جي احسن. من بعد نزيد السهم اللي يجي هابط لهنا مخدوم ديجا حتى هو من قبل. دونك ها هيو نقلبو حتى هو يطفيشة في جميع الحالات فوالا. لازم نخلي البادين رايس سينو يجي جاب بزاف ضربات، كله بادي رايت 0.5 أروان مثلا أو 1 أروان. انتم تقدروا تخدموها بالطريقه اللي تحبوا بيان سور، مش لازم تتبعوني في كل شيء. اوكي درك واش مازال لي؟ مازال لي هادو ما حاب نكاشيهم دونك يطفي شو فقط في حالة ما اذا فوت لاسوري لها خدمه سهله كيف كيف قلناها قبل. جيب فوالا ساب منيو كونتنت هذايا وساب منيو هوفر نجيبها من هنا. دونك هنا قاعد نقول الكونتوني تاع سو منو راح يكون الهايت تاعو زيرو وترانسفورم تاني سكيل يكراك زيرو صاير ما يبانش فوالا. لما نفوت لا سوري يبان، لما نفوت لا سوري ولي يخدم بستيل هذا نقدر نحيها هذه باسكو ما يهمنيش درك لارجر تاعو، نقدر نخليه دي لا لارجر اللي يخدم باردون. اه وي بتولي ما كانش ترانزيسيون خليها تولي ما كانش ترانزيسيون لما تكون هايت في بلاصه ما كانش في بلاصه اخرى فوالا. درك الباك جراوند تاعو مش لازم نديرها مختلفه على المنيو هذا برك، كنت نحطها مختلفه في حاله المنيو. وش صرا له؟ هادي نحطها لداخل برسك فزدت لي شويه الخدمه سيب. جو سي با بصح على ولا يطفي شاطوله. وي وي سيب
اسكو وي فهمت. في بلاص ما ندير كوبي درت كوبي برك، يعني نحيت اون كرون بارتي من الكود، ساتير الكود هذا ما بقاش اكزيستي لتحت عليها، ولا يطفي شي طول دوك الريجل رجع حمل هنا برك. ها سي بون، هاي تريجلت فوالا. دونك هنا بدلت الباك جراوند. وعلاه بدلت الباك جراوند هنا؟ باش يبان بلي سمون. بار كونتر لما تكون الشاشة حجم كبير مش لازم بدل الباك جراوند باش يبان سمون. دونك نقدر جوست لهنا في حال ما اذا كانت الشاشة كبيرة، في حال ما اذا كانت الشاشة اكبر من 900 بيكسل، في حال ما اذا كانت الفنادق اكبر من 900 بيكسل، في بلاصة ما نستخدم ساب مانيو باك جراوند كولر، هذوما دي فاريار برك، نستخدم باك جراوند كولر. هذوما لي فاريابل تقدروا تبدلوهم تحطوهم كيما تحبوا انتم بيان سور بار لا سويت، تحطوا لي كولور اللي تحبوا انتم على كل حال. و دونك لهنا واش قاعد يصرى، سيكو لما يطافيش الديف هذا اللي فيه الويب والموبايل، لما يطافيش الديف هذا يكبر معاه البارون تاعو. لو نحبوا البارون تاعو ما ياخذوش بعين الاعتبار في ديمونسيون، نقلبوا لا بوزيسيون تاعو ابسولو، ولا فيكس تاني فيكس صايبه شو بلاصيوها لهنا، نقلبوا لا بوزيسيون تاعو ابسولو. اي فوالا، نقدر جوست هادوما لي زيتان نالينيهم ا غوش تاني في البلاصه ما نخليهم ا دروات. لهنايا راح نقول له لما يكون عندك ديف اسمه ساب مانيو كونتنت وكاين داخله ا شوفوا كيف دارها هو وحده، ما دار فيها والو. next line قول له left برك، وهز لي نفس الكود القديم تقريبا، بعدين خليها واحد ارام في الجهة الكل. والله هيك احسن شيء. اوكي مانيش حاب ندخل في تفاصيل ونشرح بارسكو اني شرحناها قبل الكود هذا. واش نقدروا نزيدو نديرو درك، نقدروا تاني مثلا نتحكموا في لي فاريابل هذوما، على سبيل المثال الايتم ويدث هذه والفونت سايز، من المنطقي انهم يتغيروا لما تكون ليكرون كبيره. دونك لهنا نقدر نهز هذه الروت، وفي الحاله هذه مثلا الايتم ويدث نقلبها 180 بيكسل في بلاص ما انها تكون 120. نقدر حتى الفونت سايز واش سميتها لا فاريابل، دقيقه برك، ام درتهاش فاريابل باسكو في الروت نقدر فونت سايز يتابليكا على تقريبا لي زيليمون كل. كنقول تاني فونت سايز بلاص ما نديرها مثلا، بلاص ما نديرها 12 بيكسل نديرها 16 بيكسل، نرجعها برك ميل هنا، نرجع تاني نفس هادي نرجعها ميل، بعد نحطها لكم فاريابل باش تقدروا تغيروها كيما تحبوا انتم ما بالك خير. اخيرا هادي نرجعها تاني ميل. انظر كهذا منيو في اكران صغير وهذا منيو في اكران كبير. جايني كاين مشكلة هنا، سيكو المنيو جاب بزاف اكوش ولا لا، دقيقة انا نسبيكتي برك ونقولك. بالك هو جاب ميبجاب بزاف اكواش، بالك ميل قليلة شوية في كرون بالحجم هذا. جو بونس نديرها والله جرت المنيو نديرها 1200 ولا 1400 ولا ندير اي حاجة خلاف. فوالا دونك فوالا، هذا ايكرون صغير وهذا ايكرون كبير. جيسبر كو لا فيديو كانت واضحه، جيسبر كو فهمتوا الفكره على الاقل، باسكو اللي يهمني انا في الحاله دي مش انكم تفهموا، مش انكم تتبعوا الكود في لا فيديو هذه، على كل حال مش انكم تتبعوا الكود كلمه بكلمه، باسكو منو اوريزونتال ولا فيرتيكال خدمناهم في زوز في لي دو فيديو اللي فاتوا، شفنا تاني كيف نديروا الميديا، مي على الاقل تفهموا كيف ما على الاقل البروسيس كيف ما تستخدموا لا راجل الميديا هذه باش تضبطيو لي بروبريتي تابليكا وكيف ما يتابليكا وحسب حجم الشاشه. دونك هذا هو لوبجيكتيف تاع لا فيديو، جيسبر كانت واضحه، جيسبر كانت مفيده، ونتلاقاو باذن الله في لا فيديو الجايه.